هنتأمل في 4 كلمات من المزمور 50. هشرح التأمل الأول وبعد كده هسأل السؤال إيه هو ما الـ4 كلمات. عندنا في سفر الخروج في إصحاح 12 بعنوان اسمه الفصح وخروج شعب بني إسرائيل من مصر. طبعاً عارفين إن شعب بني إسرائيل كانوا موجودين تحت عبودية مين؟ فرعون. كل ما كان ربنا يكلم موسى وهارون ويقول لهم روحوا كلموا فرعون إن هو يطلق شعبي، لكن إيه ما كانش راضي يطلقهم. فربنا أنزل عليهم بالإيه؟ بالـ10 ضربات. وفي كل ضربة ربنا كان يكلم برضو موسى وهارون ويقول له روح قول لفرعون إن هو يطلق إيه شعب. ولكن نبص نلاقي فرعون كان شخص كان بيشتد قلبه وبيبقى غليظ وما كانش عايز يطلق شعب بني إسرائيل، لدرجة في الإصحاح 9 كده بيوصف فرعون وبيقول في جملة حلوة قوي كده، بيقول عن فرعون اللي هو إيه، أنت معاند بعد حتى لا تطلق شعبي. يعني وصفه ان هو شخص عنيد معاند، رغم ان فرعون هنبص يلاقي في بعض ضربات من الضربات الـ10 ان هو كان بيطلب من موسى وهارون كان يطلب ايه، يصلوا من اجل، صليا من اجلي، ويطلع فعلا موسى وهارون ويصلوا من اجله على اساس ان هو يرحم شعب بني اسرائيل، ولكن في الاخر ان هو بيعمل ايه برضه مش عايز يطلقهم. طيب نبص نلاقي طبعا الضربات الـ10 بتنتهي لحد الاصحاح رقم 11. من بدايه الاصحاح الـ12 هنبص نلاقي كده في تامل حلو فيه ان ربنا كلم موسى وهارون وقال لهم روحوا قولوا لكل جماعة بني إسرائيل إن هم يبدأوا يحضروا إيه شاي في اليوم العاشر من الشهر الأول. في اليوم العاشر من الشهر الأول يبدأ كل بيت من بيوت جماعة بني إسرائيل إن هو يحضر إيه شاي. الشاي ديت في شروط ليها، ما ليهم ثلاث شراء الشاة. أول حاجة لازم يكون ذكر، رقم 2 صحيح، رقم 3 يكون عمره إيه؟ سنة، ابن سنة. طيب كل هل يا ترى كل بيت من بيوت بني إسرائيل ممكن يعني مقدرة إن هو يشتري شاة؟ طبعاً هو قال على حسب إيه عدد النفوس، يعني على حسب عدد الأفراد بتوع كل إيه؟ بتوع كل بيت. افرض في بيت عدد الافراد فيه قليل يعمل ايه؟ فيختار واحد جاره يكون قريب منه وهما الاثنين يشتركوا في شراء الايه؟ الشاه. طيب ويكون الشاه دي تحت الحفظ من يوم العاشر الى اليوم 14 الى اليوم. الـ14. طيب بعد كده الشاه بيبدأوا يعملوا فيها ايه بقى؟ يذبحوها في العشية، يذبحوا الشاه في العشية. الدم بتاع الشاه بيتحط في طاست او اناء ويبدأوا ياخدوا باقة من نبات الزوفة، ده نبات عشبي او من الاعشاب، وياخدوا من الدم ده ويبدأوا يعملوا ايه؟ يرشوا بيه على القائمتين والعتبة العليا اللي موجودة لكل بيت من بيوت مين؟ جماعة بني إسرائيل. طيب إيه كمان في شروط الشاه؟ لازم تتاكل إزاي؟ لازم تتاكل مشوية بالنار وليست نيئة أو مطبوخة بماء للطهي. لازم تتاكل مشوية بالنار وليست نيئة أو مطبوخة بمية. طيب كل واحد من الموجود في بيت
في البيوت ديت ما يخرجش ايه حتى الصباح، يقعد موجود في بيته ايه طول الليل، وياكل من اللحم بتاع الشاه المشويه. طيب وقال لهم ايه كمان؟ ما يتبقاش منها حاجه للصباح، ما يتبقاش منها اي اكل الايه لتاني يوم. طيب افرض كلوا وشبعوا والحمد لله وربنا بارك وزاد من اللحمه، يعملوا فيها ايه؟ بيقولوا تحرق بالايه؟ تحرق بالنار، تحرق بالنار، لان الرب في هذا اليوم هيكون ايه؟ هيعبر عشان يضرب كل بكر من ايه؟ من ارض مصر، يعني يضرب المصريين. فربنا قال ان شعب بني اسرائيل يكون موجود في البيت ومحدش يخرج منه حتى الايه؟ الصباح، لاني الرب يعبر عنكم ولا ايه؟ تكونوا ضربه للهلاك. طب ربنا يعرف بقى البيت دوت فيه موجود فيه من شعب بني اسرائيل ولا من البيت المصريين؟ ايه الدليل؟ هي الايه؟ الدم. الدم هو العلامه ان البيت دوت تبع ايه؟ شعب بني اسرائيل، فالرب يعبر عنه ولا ايه؟ يكون ضربه للهلاك. طيب في التامل الثاني او التكمله ليه، لما نشوف كده في سفر العبراني، سفر اللاويين، سفر اللاويين اصحاح 14، لاويين اصحاح 14، نبص نلاقي ربنا يكلم موسى، ربنا يكلم موسى ويقول له، بيكلمه على شريعه الايه؟ شريعه التطهير الابرز، شريعه تطهير الابرز. ازاي الابرز لما يتم طهره؟ ايه يعني ايه الخطوات والحاجات اللي ايه ممكن الكاهن يقدر يعملها؟ بيجيب الكاهن الشخص دوت اللي هو مريض البرص، ويتاكد فعلا ان هو قد برئ، يعني شفي من البرص بتاعه، فيامر الكاهن بايه بقى؟ ان هو، خلوا بالكم معايا في الحته دي، يقول له ايه؟ هتجيب عصفورين حيين، وتجيب معايا خشب الارز والقرمز والنبات الايه؟ نبات الزوفه. وبعدين هياخد عصفور واحد من العصفورين، ويجيب الاناء خزفيه وموجود فيه ايه؟ ماء حي، ويتبع عصفور من العصفورين والدم بتاعه يحطه فين؟ في الاناء. وبعدين هياخد خشب الصمت والقرمز ونبات الزوفه ويعصهم في الدم المذبوح دوت، دم العصفور المذبوح، ويبدا يعمل ايه بقى؟ يرش بيه على مين؟ الشخص الابرز، علشان يتم ايه؟ تطهيره. هيرش عليه كم مره؟ سبع مرات يرش على الشخص الابرز لكي يتم ايه؟ تطهيره. وبعد كده العصفور الثاني الحي يحصل في ايه؟ يطلق في الايه؟ في الصحراء، يطلق في الصحراء. طبعا في تكمله ثانيه، ان بعد الشخص اللي بيتطهر من البرص دوت يغسل ثيابه ويحلق شعره، بس ده مش موضوعنا يعني. ايه هو بقى الاربع كلمات اللي تخص التامل ده؟ اربع كلمات تخص التامل ده، هي موجوده في، طيب اسهلها لكم، في المزمور الخمسين، في المزمور الخمسين. اول واحد هيقولها هديله 10 جنيه. لا واحد بس. نعم، برافو. تنضح عليا بزوفات فاطهر. بصراحه احنا دايما بنرددها كتير، دايما بنرددها كتير، تنضح عليا بزوفات فاطهر. بصراحه في كلمات كثيره الواحد بيرددها كتير، لكن لما يعني لو نتعمق فيها ونتامل فيها نعرف المفهوم بتاعها. كلمه تنضح بمعنى ايه؟ ترش او الرش، يعني رش بالدم. تنضح عليا بزوفات، والزوف هنا بمعناه هو النبات الايه؟ نبات عطري او النبات العشبي، يعني نوع من انواع الاعشاب. فاطهر اللي هو يقصد بيها تطهير مين؟ تطهير الشخص الابرز من البرص. شكرا، واذكروني في صلواتكم.